اشتباكات مسلحة بين أكبر ميليشيات طرابلس. اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مساء الاثنين بين ميليشيات النماصي وجهاز دعم الاستقرار الذي يقوده عبد الغني الككلي الملقب بغنيوة، وهما أكبر ميليشيات العاصمة طرابلس والغرب الليبي، وذلك وسط العاصمة طرابلس وبالقرب من مقرات تابعة للدولة. واندلعت الاشتباكات التي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ولا تزال مستمرة حتى وقت كتابة هذا التقرير في شارع الصريم وسط العاصمة طرابلس، وبعد مقتل عنصرين تابعين لميليشيات النواصي. وسمعت على نطاق واسع أصوات تبادل إطلاق الرصاص والقذائف، ما أثار الرعب وهلع المدنيين، خاصة المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة التراويح بأحد المساجد القريبة من مكان المواجهات المسلحة. كما تحدث ناشطون عن إغلاق عدد من الطرقات، ويعكس هذا التوتر الأمني بطرابلس حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا في ظل تنافس حكومتين على السلطة تلعب فيها الميليشيات التي تتحكم في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي دورا كبيرا.